شفنا نفسنا مهما بنقف في مرايات، وذكرى قاسية وطعم الحلو فيها مر، والفرحة فيها يدوب من خرم إبرة تمر. طريق مش سهل وبيصعب، ومن جرح الجراح أصعب، وباب رجوع مقفل ومفتاحه اترمى. رجعت يا ثابت؟ طبعا اطمنت انها نفدت بعملتها. يا ترى مين الواد اللي معاها ده؟ ده هي ما بتخلفش، يمكن ده ابن ضحيتها. مسكين ما يعرفش انه عايش مع اللي قتلت امه. ربنا يستر يا رائف وتكون شلتها من دماغك بقى. يا دي النور يا دي النور، ايه الجمال ده والحلاوة دي؟ الله، ده مش نور الشمس، ده أبويا اللي زي القمر. الله، ايه الجمال والحلاوة دي؟ بقولك ايه، أنا كنت عايز أقعد أدردش معاك كده في موضوع، خصوصا إن أنا الفترة اللي فاتت ما جبتلكش أي أخبار حلوة. المرة دي بقى أنا جايب لك خبر بمليون جنيه وهيفرحك على الآخر، خصوصا إن الخبر ده والقرار اللي هقوله دلوقتي يخصني أنا. أنا قررت أتجوز. فين الفرحة بتاعت الأب دي اللي تخليها شرائب كده ويبقى زي الفل؟ عموماً أنا عايز أناقشك في حاجة كده بس من غير تريقة. أنا أي نعم قررت أتجوز، بس أنا في ثلاثة كده محتار ما بينهم. الأولى حسنة، تحبني من زمان وبقت وحيدة خصوصاً بعد ما فقدت بنتها، يعني ده خلانا نقرب لبعض أكتر. والتانية بنت عمي، وانت عارف إنها بتحبني من زمان،
ولما صدتها وأحبطتها اتجهت لفكرة التطرف السياسي، ولما حست إن في أمل مني تاني ابتدت ترجع وتبقى كويسة. والتالتة بقى اللي وقفت معايا السنين دي كلها من غير أي مقابل، الجريئة والجدعة، روان. روان الصحفية. ايه بقى يا سيدي؟ ايه رأيك؟ هتجوزوا من التلاتة بيعة وشروة كده ولا ايه؟ ياه، الحمد لله ان راجية مش واحدة من التلاتة. ايه؟ out of the blue؟ وربنا أمر. اتعرفت عليه في لندن، كان بيشتغل في السفارة، أشهر إسلامه وجوزنا، وبعدها خلفنا أنيس. طب ما تزعليش مني، يعني انت خلفتي ازاي؟ أنا أزعل من الدنيا كلها، مش ممكن أزعل منك يا حسني. الموضوع بسيط، عملنا حقن مجهري والحمد لله العملية نجحت، ربك لما يريد. ما تصوريش أنا مبسوطة قد إيه، وأكتر واحدة حاسة بيكي، لأني عارفة إن أنتي كان نفسك في الطفل ده قوي. فعلا الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. إنما قوليلي أنتوا ليه انفصلتوا؟ اختلف خالص بعد الخلفة، بعد ما خلفت أنيس بقى واحد تاني، لغاية ما في يوم من الأيام لقيته خارج من البار ومعاه واحدة. لا حول الله، انت على طول حظك كده؟ لا لا، أنا تمام جدا، أنا حظي كويس قوي على فكرة، مش متضايقة خالص، بالعكس الهدف من الجوازة كلها إن أنا أخلف، والحمد لله خلفت أنيس. الحمد لله. المهم طمنيني، انت مفيش أخبار عن ريم خالص؟ اسكتي يا راكية، ده انا قلبي كل يوم بيتقطع. يا حبيبتي انا حاسه بيكي، يمكن لو كان البوليس لقاها واتسجنت كان هيبقى احسن لك، على الاقل كنت هتعرفي مكانها فين. والله انا ما عارفه ايه هو الاحسن. معلش، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله. انت ما تعرفيش اي حاجه عنها دلوقتي؟ لا خالص. انت ليه بتقولي كده؟ انت عارفة انا حاسة ان احنا هنلاقيها قريب. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ معرفش، اول ما دخلت البيت حسيت بالاحساس ده. هو انت شفتي حاجة وانت داخلة؟ شفت حاجة؟ لا خالص، ده مجرد احساس جالي. الا بالحق، انا نسيت اقولك، ده انا عندي موضوع مهم اوي لازم احكيهولك. موضوع ايه؟ انتي تعرفي واحدة اسمها مريهان عز الدين نديم؟ مين؟ مريهان عز الدين نديم. لا خالص، دي أول مرة أسمع الاسم ده، ليه خير في إيه؟ لا ولا حاجة، ده موضوع كبير أوي هحكيهولك. طب ما تحكي. الحمد لله على السلامة يا غالي. الله يسلمك يا ابو حميد. ها هنبدأ بإيه؟ لا ما تخش السخن كده. باشا أنت أسخن مني 100 مرة. أنا بجد النهاردة أحلى يوم في حياتي. والله يا باشا أنا أكتر. تحب نبدأ بإيه؟ ثابت سعيد. أنت لسه فاكر يا باشا؟ أنا عمري ما هنسى القضية دي. القضية دي بتاعتي ولسه ما خلصتش يا أحمد لغاية دلوقتي. أيوة يا باشا، بس في حاجات تانية مهمة غير القضية. عارف ومش هسيبهم. بس القضية دي هحلها يعني أحلها. أنت عارف يا باشا إن في أطراف كتيرة أوي في القضية دي. اللي مات واللي اتسجن. احمد انا عارف كل حاجه، انا ما كنتش قاعد في بيتنا نايم على وداني، بس القضيه دي الراس الكبيره فيها لسه بره. طب بقول لك يا باشا، ما وحشكش البن بتاعك؟ وحشني، بس عشان هو انضف من بن القهوه مش عشان حاجه تاني. علق لنا على فنجلين وهات ام وتعالى عشان نشتغل. جاي يلا. ده موضوع غريب قوي، موضوع عز الدين نديم ده. أنا اللي هيجنني، عايزة أعرف رخصتي إزاي وصلت عندهم المستشفى. فعلا شيء غريب. قوليلي، هو أنتي
تعرفي مريهان او اخدتي عربيتي في يوم من الايام ولا حاجه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا حسنى؟ ايه اللي هيخليني اخد عربيتك؟ انا من ساعه ما بعتلك العربيه وانا ما ركبتهاش، وبعدين يوم هروح المستشفى هروح بواحده بتولد واديهم رخصتك؟ طب ما اديهم بطاقتي. وبعدين يعني هم على الريسبشن مش هيعرفوا الصوره، الفرق اللي ما بيني وما بينك مش معقول. ده رأي راجيه في ايه؟ مالك؟ ايه اللي مضايقك قوي كده؟ انا بس استغربت قوي من الافتراض الغريب اللي انت عملتيه. وبعدين يعني هو انت عمرك سمعتي عن واحده اسمها مريهان صاحبتي؟ ده انت كنت تعرفي كل اصحابي. خلاص يا ستي ما تزعليش، انا اللي بحاول اتعلق باي اشياء، وقلت لعل وعسى انت تقدري تحليلي اللغز ده. مش يمكن انت سبتي عربيتك مفتوحه والرخصه اتسرقت؟ ابدا، انا واثقه ان الكلام ده ما حصلش. يا ستي افرضي انه حصل وانت ما خدتيش بالك. مش عارفة، جايز. أنا لازم أمشي. وأنا لحقت أشبع منك؟ معلش، عشان أنيس يلحقني. أوكي. إيه بيكلميني؟ أكيد طبعاً وهعدي عليكي. أوكي. باي حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الباشا عامل ايه؟ والله حالته ما تتوصفش، طول الوقت قاعد في اوضته قافل على نفسه ما بيتكلمش مع حد. عمري ما كنت اتخيل ان عز الدين نديم في يوم هيتكسر. لو عايزين اوقف العمليه واسيب البيت ده واكمل لوحدي انا ما عنديش مشكله. لا اوعى تعمل كده، ده هو عايش على الامل ده، عايش على امل انه في يوم من الايام هيلاقي مريم بنته. وعبر ينجي، انا بكلمها في التليفون ما بتردش. والله ما اعرف، من اخر مره شفتها في المستشفى انا ما اعرفش عنها حاجه، بس سمعت انها تعبانه قوي ومنهاره وتقريبا محجوزه في المستشفى. لما شفتها في المستشفى كانت حياتها صعبه قوي، لولا الدكتور الدائب لما اديها كانت ممكن تروح فيها. الله يكون في عونها. صحيح هو ما فيش عزم؟ افندينا مش عايز يعمل عزم. عايز ينتقم من اسمه فارس ده الاول. محدش يعرف ايه اللي في دماغه بالظبط، سواء عز ولا ينجي حالتهم تصعب على الكافر. صحيح. طب انت عايز مني حاجه دلوقتي؟ لا خالص، انا بكتير قوي بكره هزرع الكاميرات في بيت حسنى. بس خد بالك، عارف راني انا عندي احساس ان مريهان وابني موجودين جوه الفيلا دي. ازاي؟ فاكر الفيلم اللي عملناه بتاع الحراميه دول؟ انا لقيتها عامله صينيه اكله كف ثلاثه وهي عايشه لوحدها. تقدر تفسر ده؟ مش مهم، هنفهم بعدين. المهم دلوقتي خلي بالك من عز بيه، رحمه عزيز قوم انزل. ما تقلقش، تريز تريز اعتري ميه، الميه خلصت. خلاص يا جورج، اللي كانت بتاخد بالها منك راحت خلاص. يلا يا بطل، قوم بقى هات الميه بنفسك وخد بحس نفسك وونس نفسك. مش دي اللي كنت بتتخانق معاها وتزعق لها؟ او حتى في خناق دلوقتي انت مش طايله؟ استحملتيني كتير قوي يا تريز، انا اسف. أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف، وربنا يقدرنا على فراقك.
لغاية ما نتقابل تاني. ماما ماما، ها ايه مالك؟ في ايه؟ انا ماليش، ما انا كويسه اهو. في ايه؟ لا شكلك مش طبيعي، في حاجه ولا ايه يا بنتي؟ انا كويسه اهو. في ايه؟ مجنونه بشد في شعري؟ طيب خلاص خلاص اهدي، بالراحه بالراحه. في عشاء ولا لا؟ لا ما عملتش عشاء. ابعتي هذه بيتزا ولا سندوتشات بانيه. لما هو ما فيش عشاء حضرتك ما كلمتنيش لا على التليفون اجيب اكل وانا جاي. اسفين يا ست الكونتيسة. ايه ماما ايدك بترتعش كده ليه؟ انا ما بترعش، انا كويسة اهو. وعلى فكرة بقى اتعلم الطبيخ من شرايط الفيديو، لان خلاص انا مش هطبخ لحد. انا مش الخدامة اللي جابها لك ابوكي. ايه يا زوزو في ايه؟ انا بنتك على فكرة. ايه معاملة مرات الاب دي؟ لا والله كويس انك فكرتيني انك بنتي، انا كنت ناسية. لا افتكر إيه؟ بنت تجننتي؟ صباح الخير سعادتك. صباح النور. ايه الاخبار؟ الوضع صعب يا باشا، تجار المخدرات مبرطعين في البلد على الاخر خالص. طبعا نغاب القط بقى. انا شايف بقى يا باشا ان احنا ننزل نقص دلوقتي على طول ننظف. حسام مش عايزك تاخدك الحماسة، فهمني؟ عايز قضايا متظبطة ومتقفلة صح، ما تخرجش المية اللي يدخل فيها ما يطلعش. مش عايز بقى نجيب 100 قضية ويطلع في الآخر 80 منهم في شنك أو ياخدوا حتى تعاطي. لا يا باشا ما تقلقش، احنا تلاميذك وتعلمنا منك كتير قوي. كويس، قولي بقى هتعمل ايه؟ هبدأ من حيث ما انتهينا، ممر جاك. ممر جاك، على بركة الله. ها راجية ازيك يا رأف؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيتي امتى؟ بقالي يومين ثلاثة كده. نورت الشارع 9. ميرسي. هلا وايه البرنس القمر ده؟ اسمك ايه؟ انما مين القمر ده؟ ابني. انتي اتجوزتي؟ وانفصلت. انفصلتي؟ معلش. عموما الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمني على انكل ثابت، عامل ايه دلوقتي؟ لا كويس 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 قوي الحمد لله. وانت؟ لا انا كويس جدا، أنا كويس جدا الحمد لله. إن شاء الله قريب جدا هتسمعي عني أخبار حلوة. يا رب دايما أسمع عنك أخبار حلوة يا رب. يا رب. نورت الدنيا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عن إذنك. حبيبي. اسمه إيه؟
أنيس. أنيس حبيبي أنيس، ربنا يخليهولك. أنيس ده منك طلب؟ هنيا الاثنين. ممكن تخلي أنيس عندك لغاية ما اروح العيادة وارجع؟ مساء الخير يا أستاذة. مساء النور يا عمو أنس، ازيك؟ الحمد لله يا أستاذة نسرين. أخبارك إيه وأخبار المكتب إيه؟ الحمد لله، بس المكتب حزين مكتئب، محتاج صاحبه ينوره زي زمان. ان شاء الله قريب قوي، ادعي له انت بس. انا بدعي له صبح وليل، حتى الاستاذ رائف بيجي المكتب. هو رائف بيجي المكتب؟ اه بيجي قليل يعني مش كتير. وبيجي هو ومين؟ بيجي مع صحفيين عشان الحادثه. غريبه، مع ان حوار الحادثه ده عدى عليه وقت طويل قوي. مش عارف صدقيني، يعني ما بسالش في الحاجات دي. استاذنا موجود؟ موجود في الجنينه. اتفضل يا عم مؤنس. كتر خيرك كتر خيرك. السلام عليك يا استاذنا. ازمه ان شاء الله تعدى على خير، وتيجي بقى تنور مكتبك وتجلجل في المحاكم وتنور الناس اللي بيحبوك، اللي انت فاتح بيوتهم وساترهم بعد ربنا، وانا واحد منهم. انت افضلك عليا من ساس الراسي. انا منساش ابدا يوم ما ساعدتني في مرض مراتي، في المرض الوحش ساعدتني جامد. منساش ابدا لما ساعدتني في جهاز البيت وانا مديون لطوب الارض، ورفعت راسي بين بيتي واسرتي وعيلتي وحارتي. منساش ابدا اللي انت ساعدتني في دراسه الواد لغايه ما اتخرج. يا ثابت بيه افضالك لا تعد. انت مش انسان، انت ملاك بعته ربنا للناس. يا رب اشفي ثابت ابن حواء وادم. بره يا دكتوره ادخلها؟ هو انا لحقت؟ ده انا افتكرت ان الناس نسيتني. نسيت مين يا دكتوره؟ ده انا من ساعه ما نزلت على جروب الاطباء على الفيسبوك ان سعادتك راجعه وانا مش ملاحقه على الحجوزات. طب كويس، طب خليها تدخل. حاضر. اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. اتفضلي.
يا رائف، ده كأن ربنا بعت لك إشارة إن راجية دي عمرها ما هتبقى ولا هتكون أبدا من نصيبك، وإن أحسن قرار أخدته إنك ترتبط بواحدة غيرها. أي نعم أنت أخدته متأخر، بس خلاص ما بقاش في رجوع يا معلم. المهم هتختار مين؟ خلي بالك المرة دي لازم تختار صح، وصح قوي كمان. كفاية اختيار سيء، ضيعت عليه العمر بحاله. شو بقى يا أستاذ أنيس، احنا هنروح السوبر ماركت هنجيب كل حاجات البيت ونجيب شوكولاتات وحاجات حلوة. أوكي؟ خضتني يا أستاذ سيف. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين القمر ده؟ ده بقى يا سيدي الأستاذ أنيس ابن الدكتورة راجية، هي أصلها كانت في إنجلترا ولسه راجعة، سايباه معايا عقبال ما ترجع من العيادة. بس يعني اسم أنيس غريب شوية. عندك حق، هو فعلا اسم غريب. أنا رايحة السوبر ماركت، تحب تيجي معايا؟ لا مفيش داعي، أنا هخلص تمرين وعندي معادي. اوكي، على فكره انا مش ناسيه موضوع الحفله، وهعزم معايا راجيه، ست لطيفه قوي قوي. عزمي كل حبايبك، عزمي كل شارع 9. اوكي، اشوفك على خير ان شاء الله. اشكرك جدا. باي باي. يلا نقول باي باي. باي باي نيسو. باي 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 باي. يلا باي باي، مع السلامه. سلامه. يلا 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 عشان نجيب الشوكولاته. يلا. موبايلك عندي اقرب الكاميرا هنا. أستاذ أنيس. جهو ماله بيتنا
Thank you.